هو من أعظم ما يقدمه الإنسان في مسيرة عظيمة متصاعدة بدأت من سن الشباب حتى لحظة الشيخوخة وحتى وصوله إلى الشهادة. وأضاف إليها صرخة الحرمة عندما استشهد أو عندما أصابه السيف فقال اسمي رب الكعبة. لاحظوا كيف يعد الفوز نصرا للإنسان إذا كانت الشهادة في سبيل الله تعالى، كيف يكون الموت نصرا للإنسان حين يكون في سبيل الله. كل هذا حين جمعه شكل منه الشخصية الماثلة في تاريخ الإسلام كله. ولكن عندما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وجرى الخلاف حول الخلافة ضحى علي عليه السلام بكل ذلك التأريخ مرة أخرى وبلحظة واحدة من أجل الحفاظ على الإسلام في مسيرته الجديدة. فهذه تضحية أعظم من كل التضحيات لأنها تجمع كل التضحيات على مدى عمره وفي لحظة واحدة يقدمها في سبيل الله وفي سبيل بقاء هذا الدين. من يتبع عليا عليه أن يكون مضحيا في هذا الطريق قادرا على بذل ذاته. أما الذي يقدم ذاته على كل شيء وإذا حصل اللقاء فعليه أن يكون في صدر المجلس، وإذا جرى الحديث فعليه أن يكون هو البادئ، والذي يعيش في أنانياته لا يمكنه أبدا أن يقترب من شخصية علي ليلتمس هذه الدروس ويفهم هذه العبارة. أما من ناحية العدالة فهذا آخر ما يتيح الوقت لنا في هذه الليلة. الشائع اليوم أيها الأخوة والمنتشر الحديث عن الإله الوثني الجديد الذي جاءوا به، وتعرفون ما اسمه؟ إله اليوم الديمقراطية. في الخمسينات كانت الشيوعية وقبلها وبعدها الماركسية ثم الليبرالية ثم الآن الصنم الجديد والديمقراطية. اللطيف كل هؤلاء حتى لابسي العمائم حتى الحركات الإسلامية كلهم بدأوا يتحدثون عن الديمقراطية حتى يظهر الله تعالى حقيقة إيمانه كأن الإسلام أنزله الله دينا ناقصا فاحتاج إلى تكميله بالديمقراطية الزائدة. أولا سأخبركم بشيء مهم، أن كبار المفكرين في الغرب يقولون أن الديمقراطية كذبة زائفة لا وجود لها، وهذا في بحث طويل، يعني كتاب رسم لأحد المفكرين اسمه زيف الديمقراطية. الآن في أمريكا نحن اليوم على وشك أن نبدأ المجابهة الجديدة مع الكارثة القادمة التي لا ندري هي الكارثة السابقة أم كارثة جديدة في انتخابات الرئاسة الأمريكية. لاحظوا هذا الكذب وهذا الزيف وهذه الألاعيب وهذه المهرجانات الصاخبة وهذه الملايين المبذولة، كل ذلك ليخادع الناس، كل ذلك ليخادع الناس ويجذبوهم إلى صفهم بالوسائل التي تتاح لهم. كان لي صديق يدرس في إحدى الجامعات في لندن، نقل لي رواية لعله قبل أكثر من ربع قرن، قال إن أستاذي في الهندسة في جامعة لندن وبريطانيا الجنسية قال لي إن من مآسي العالم الكبرى أن رئيس أكبر بلد في العالم حتى يصبح رئيسا عليه أن يلعب كره لمدة 4 أشهر وهي فترة الانتخابات، يلعب كالقرود، يمثل، يغير، لا أدري، يمزح، يرقص، لا أريد أن أقول الكلمة الشعبية التي لا اشتقاق لها في اللغة، ولكنها ممارسات لا تليق بالإنسان الكريم.
حتى أن أحد مرشحي الرئاسة غير هذين المعروفين في أمريكا قال أن الفرق بين هذا وهذا كالفرق بين البيبسي كولا والكوكاكولا، يعني لا فرق بينهما. واحد أتفه من الآخر. على كل حال أحسن كل طرف بين إبليس والشيطان، والفرق بينهما هم نفس الشيء. المهم هذا البرنامج، برنامج الخداع، تصوروا أنهم يريدون أن ينقلوه إلى بلادنا ويتحدثون عن الديمقراطية وعن الحرية وعن حقوق الشعوب في الممارسة. حين نرجع إلى تاريخنا ونفهم سيرة علي عليه السلام سنجد أن مفهوم الحرية واحترام الشعوب واحترام الإنسان والممارسة السليمة، لا أسميها الديمقراطية، الممارسة السليمة غير الطاغية للحاكم مع الشعب كانت تجسد في شخصية علي عليه السلام. حتى قال كلمته العظيمة وهي كلمة مؤلمة، قال: لقد بات الناس يخافون أمراءهم وحكامهم وبت أنا أخشى الناس. الخشية ليس معنى أنه يخاف منهم، ولكنه كان يكاد يلقى منهم ما يلقاه المحكومون عادة من الحاكمين، ومع ذلك ما كان يفعل لهم شيئا، كانوا كثيرون يسيئون لعلي سلام الله عليه وهو في قمة السلطة، وهم يعلمون أنه لو أراد أن يبطش بهم بذاته لفعل، كان يقدر على ذلك، ولكنه كان لا يفعل لأن الدين والخلق الرفيع يمنعهم من مثل هذه الممارسات. اجتمع قوم في حراء فأخبر سلام الله عليه أن قوما قد اجتمعوا وخرجوا عن طاعتك، فيقول عليه السلام: لم يحدثوا حدثا، أي لم يفعلوا شيئا يستحق مني أن أباليهم بالمواجهة والقتال. وكان يقول لهم أو تلك الكلمة التي قالها: إن لهم أو إن لكم علينا ثلاث خصال، لا نبدأكم بقتال ولا نمنعكم في الله ولا نمنعكم بيوت الله. هم خرجوا عليه متمردون، لكن يقول لهم ان الرواتب التي كنتم تاخذونها من بيت مال ستستمر بالوصول اليكم، والحرب نحن لا نبداكم فيها ان لم تحدثوا شيئا، يعني لم تقتلوا احدا، لم تقطعوا طريقا، لم تسرقوا مكانا، وبيوت الله مساجد مفتوحه احضروا فيها وعيشوا مع المسلمين، وهذا امر لا نمنعكم من فعله. كيف يكون الإنسان إنسانا واعيا وذا عقل كامل أو عقل فيه شيء من الكمال وهو يترك عليا عليه السلام ليذهب خلق الأوهام القادمة مع هذه الموجات الظالمة؟ هل هذا هو التشيع الذي يتحدثون عنه؟ هل هو تشيع علوي أم هو التشيع الأمريكي؟ هذا هو الدرس الذي يجب أن نستخلصه هذا اليوم في هذه المحنة، في هذه الظروف. أيها الإخوة، من كلمات علي عليه السلام العظيمة يقول أن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أكبرت تبهت. يوجد مثل بريطاني يقترب من هذه العبارة لأنه يأخذ نفس المعنى، يقول مثل أن كل أحد سيكون حكيما بعد حصول الحدث، لأنه يستطيع أن يفلسف ويبرمج ويشرح ويتمقص، لكن قبل الحدث من ينتبه إلى القضية هو الحكيم الحقيقي، لا بعد أن تحصل الأحداث. نفس المعنى هنا، الفتنة حين تأتي تشبه الإنسان الواعي ينتبه إلى الفتنة حين حدوثها،
لا حين ذهابها، حين تذهب البعض الكل ينتبهون إليها ويمكن أن يأخذوا منها العبر أو لا يأخذوا منها العبر حسب مستوياتهم وقدراتهم. الآن الفتنة إذا أقبلت شبه يشتبه الأمر على كثير من الناس في هذه الفتنة التي يعيشونها هذه الأيام، فلا يميزون فيها بين الحق والباطل. لا شك أن شخصية علي عليه السلام وسيرة علي ونهجه وما تركه من تعليمات لنا جميعا، وهي مستردة كلها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، تستطيع أن تكون معلما يسير بنا في طريق الهدى وينقذنا من طرق الردى، يستطيع أن يوصلنا إلى الحق، أن يقربنا إلى الله، أن يدخلنا الجنة، أن يبعدنا عن النار، أن يبعدنا عن الطغيان، وأن يعرفنا سبلنا وإلى أين نسير وإلى أين نحن ذاهبون. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من هذا، ولكن تذكروا دعاء من الله واختموا به هذه الليلة، دعاء من الله فيه معاني جليلة. ماذا نقول لعلي سلام الله عليه في هذا الدعاء؟ وهل نحن صادقون فيما نقول؟ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضت إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجة البالغة على جميع شرطه. سنكون شيعة علي حقا إذا عملنا بهذه العبارات التي انطلقنا فيها، أن نجاهد في الله حق جهاده وأن نعمل بكتابه وأن نتبع سنن نبيه. إذا فعلنا هذا نكون على هذا النهج، وشيعة علي هم الفائزون يوم القيامة. بهذا المعنى التشيع الذي يعني الاتباع والموالاة، لا التشيع الذي يدعي شيئا ويعمل بنقيضه. الأمة مجمعة وبلا أي خلاف على أن علي عليه السلام إمام الهدى المتبع، ومن اتبع إمام الهدى وصل إلى الفوز والسلام في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في السيرة، في الأخلاق، في كل مراحل حياة الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج علي والمقتفين لآثاره والمتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه، ويجعلنا من العاملين لحفظ الدين، وأن يجعلنا من الساعين لوحدة كلمة المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن يحيا حياته ويموت مماتي ويدخل الجنة التي وعدني بها ربي فليوالي عليه وذريته، فإنه الله لن يخرجوكم من باب هدى إلى باب ولا في ليلة الحاج والعشرين إن شاء الله سيكون لنا هنا مجلس، ويكون ليلة الجمعة إن شاء الله سيكون هنا مجلس عزاء في هذه الذكرى، لكن مجلس عزاء واعي بالجامعة إن شاء الله، وسنستمع إلى خطبة
من خطط المرحوم الشيخ الوالد رضوان الله عليه في شخصية علي. الحقيقة أنه وجئت بها قبل أيام، سمعتها في بيت أحد الأخوة، فاستغربت أن هذه الخطبة أنا لم أسمعها سابقا، فوددت أن تهيئ وأن تعرض في تلك الليلة هنا، ثم نخرج بعدها بموكب قصي إن شاء الله إلى المدرسة بيد الله تعالى. ولا نطيل عليكم إذا لم يكن هنالك أسئلة مهمة جدا، سنؤجل المسألة إلى الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.